للنموذج التنموي الجديد الذي أعطى زخما إضافيا لمسلسل إصلاح التعليم وتنمية الرأسمال البشري ببلادنا. فالشكر موصول لمعالي أخوات والإخوة الوزراء وممثلي المنظمات على تلبية الدعوة والحضور معنا اليوم في فعالية هذا المؤتمر الذي ندعو الله أن يكلل أشغاله بالتوفيق والسداد. والشكر موصول لسيد المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم أليكسو، ونجدد له التهاني بمناسبة إعادة انتخابه بنواكشوط لفترة ثانية، كما نشكر عبره فريق المنظمة من مسؤولين وأطر على الجهود المتميزة في تدبير أنشطة المنظمة. وإني لا أتمن عاليا المبادرات الرائدة لمنظمة أليكسو والرامية إلى الارتقاء بميادين التربية والثقافة والعلوم بوطننا العربي عبر إطلاق عدد من المشاريع والبرامج الطموحة والتي لا تخلو من أصالة وإبداع وتجديد. ولا تفوتني المناسبة دون شكر معالي أخي الفاضل الدكتور مروان عرتاني وزير التربية والتعليم بدولة فلسطين الشقيقة، رئيس المؤتمر 12، على المجهودات التي بذلها ويبذلوها سواء خلال مدة ترأسه للمؤتمر أو خلال ممارسته لمهامه على رأس الوزارة. وهي مناسبة للتأكيد على محورية القضية الفلسطينية بالنسبة للمملكة المغربية على أساس التوجيهات المولوية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رئيس لجنة القدس، التي ما فتئت تبذل كافة الجهود الممكنة لدعم أهل القدس وتلاميذها وتوفير أفضل الظروف لحياة كريمة وتعليم ذي جودة والحفاظ على صلة الوصل بين الشعبين المغربي والفلسطيني. كما أشكر السيدات والسادة الخبراء من كافة الدول الأعضاء على مجهوداتهم القيمة التي مكنت من إنضاج وثائق المؤتمر وتهيئ توصياته باستحضار توصيات المؤتمر 12 الذي استضافته دولة فلسطين الشقيقة، حيث أبانوا خلال اليومين الماضيين عن حنكة عالية واقتدار كبير في إدارة النقاش ووجاهة المقترحات والسداد في الرأي. أصحاب المعالي والسعادة، حضرات السيدات والسادة، كما تعلمون شهد العالم أجمع أزمة صحية غير مسبوقة والتي تتجلى في اكتساح فيروس كورونا كوفيد 19 لمختلف بقاع العالم وما خلفه من تداعيات خطيرة وانعكاسات سلبية شملت مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية، عمقت التفاوتات التي كانت موجودة مسبقا وأدت إلى توقف عجلة الاقتصاد وتراجع النمو الاقتصادي وتعطل الخدمات ووسائل الإنتاج وانتشار الفقر والبطالة، كما طال تأثير هذه الجائحة الأنظمة التعليمية في جميع أنحاء العالم، حيث تم توقيف الدراسة الحضورية في العديد من الدول كاحتراز ظرفي ووقائي، مما أثر بشكل مباشر على المستوى الدراسي للتلاميذ وخصوصا الفئات الهشة والضعيفة. نتيجة لذلك عرف المجتمع الدولي دينامية جديدة تروم إرساء حكامة جديدة للتعليم بالعالم، قوامها تكثيف الجهود بين مختلف الفاعلين والشركاء وتقوية التعاون وتعزيز التنسيق بين مختلف الهيئات الدولية في مجال التعليم من أجل تدارك التأخير الحاصل بغاية الهدف الرابع وضمان استدامة الإصلاح. وفي هذا الصدد تم إقرار مشروع إصلاح الآلية العالمية للتعاون في مجال التعليم في الاجتماعات العالمية للتعليم خلال سنة 2021، والذي يركز على الدور المحوري للجنة التوجيهية الرفيعة المستوى كهيئة عالمية عليا للتعليم مختصة بصنع القرار
بالنيابة عن المجتمع العالمي للتربية والتعليم، معنية بتحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة الخاص بالتعليم لعام 2030، والتي أوكلت لها ثلاث مجالات وظيفية تتمثل في تحديد السياسات وتعزيز الاعتماد على الأدلة في صياغتها، وتتبع مستويات الإنجاز، وتحسين توافر واستخدام المعطيات والبيانات الإحصائية، وكذا المساهمة في تعبئة التمويلات وحسن صرفها توخيا لنجاعة أكبر. وفي إطار البحث عن حلول مستدامة لهذه الأزمات التي تفاقمت بسبب الجائحة، خصوصا أزمة جودة التعلمات والمساواة والملائمة، انعقدت قمة تحويل التعليم خلال شتنبر 2022 لحشد الدعم والتضامن من أجل التعويض عن خسائر التعلم المتعلقة بالجائحة، وإعادة تصور التعليم ليكون مناسبا للمستقبل. وبهذه المناسبة أود أن أشكر الأمين العام للأمم المتحدة الذي دعا لانعقاد هذه القمة، كما لا يفوتني أن أشكر اللجنة التوجيهية رافعة المستوى من خلال أعضائها، خصوصاً أردن والمغرب ومنظمة لاليكسو الذين يمثلون الدول العربية بهذه اللجنة، على المجهودات التي يقومون بها وعلى المساهمة الفعالة في القرارات المنبثقة عن هذه اللجنة، والهادفة إلى تسريع وتيرة تنفيذ الهدف الرابع بالعالم. لقد قدمت معظم دول العالم ومنها الدول العربية خلال قمة تحويل التعليم التزاماتها الوطنية مدعومة بالمشاورات الوطنية، وتتوخى هذه الالتزامات رفع التحديات التي تواجه الأنظمة التعليمية والتي تخص مسارات العمل الخمس: مدارس شاملة ومنصفة وآمنة وصحية، التعلم والمهارات من أجل الحياة والعمل والتنمية المستدامة، التعلم الرقمي والتحول، المعلمون والتدريس ومهنة التدريس، تمويل التعليم. أصحاب المعالي والسعادة، حضرات السيدات والسادة، بفضل التوجيهات الملكية السامية أحرز المغرب تقدما كبيرا في مسار إصلاح منظومة التعليم وتجويدها في أفق تحقيق نهضة تربوية حقيقية، تماشيا مع طموحات الأجندة الأممية 2030 للتنمية المستدامة، وانسجاما مع الأهداف الاستراتيجية للنموذج التنموي الجديد الذي أعطى زخما إضافيا لمسلسل إصلاح التعليم وتنمية الرأسمال البشري ببلادنا. ومن هذا المنطلق قام المغرب بإعداد خارطة طريق تستهدف الارتقاء بمنظومة التربية الوطنية للفترة 2022-2026 على أساس مشاورات وطنية شاملة وفق منهجية تشاركية قائمة على إشراك مختلف الأطراف المعنية بالتحول التربوي والتعليمي، خاصة منهم المعلمين والتلاميذ وأولياء الأمور. وتستند خارطة الطريق هذه على ثلاث محاور رئيسية تروم: تمكين التلميذ من تملك الكفايات والمهارات الأساسية، وتعزيز أداء المعلم وتطوير قدراته على تأمين التحول في التعليم، وتجويد المدرسة من خلال إحداث مؤسسات تعليمية حديثة ومنفتحة. وقد تم اعتماد منهجية التخطيط المبنية على النتائج في إعداد هذه الاستراتيجية التربوية الوطنية، بما يقتضيه ذلك من تحديد الأهداف والأفق الزمني لتحقيقها ووضع المؤشرات لقياسها. وهكذا تتوخى خارطة الطريق بلوغ ثلاث أهداف في أفق سنة 2026، يتعلق أولها بتقليص معدل الهدر المدرسي بنسبة ثلث، وثانيها برفع من عدد التلاميذ المتمكنين من المهارات الأساسية عبر تجويد التعلم وتحسين المعارف، وثالثها بمضاعفة عدد التلاميذ المستفيدين من الأنشطة الشبه المدرسية والأنشطة الموازية.
ومن أجل كسب هذا الرهان وتحقيق الأهداف الاستراتيجية المحددة في خارطة الطريق، تعمل الحكومة على إشراك جميع الفاعلين والمتدخلين تفعيلاً لمبادئ الحكامة الجيدة، وتبذل كل المجهودات لتعبئة التمويلات الضرورية واستكشاف مقاربات مبتكرة لدعم الإصلاح وضمان تمويل مستدام عبر إبرام شركات ثنائية ومتعددة الأطراف مع الشركاء الدوليين. أصحاب المعالي والسعادة، حضرات السيدات والسادة، إن اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة، والتي أتشرف برئاستها بحكم دورها المحوري كصلة وصل بين المؤسسات الوطنية الحكومية والخاصة من جهة، ومنظمات لاليكسو واليونسكو واليسيسكو من جهة ثانية، تساهم من موقعها، شأنها في ذلك شأن باقي اللجنة الوطنية في عالمنا العربي وفي العالم ككل، في النهوض بالميادين الموكولة إليها وإلى المنظمات الشريكة من تربية وعلوم وثقافة. ويسعدني في هذا المقام إخباركم بأن اللجنة الوطنية في إطار برنامجها الفني للجوائز ستطلق هذه السنة جائزة خاصة بميدان التربية والتعليم في مجال المشاريع التربوية الرقمية، بالإضافة إلى جائزة خاصة بالبحث العلمي في المجال التربوي، سيفتح تباري بشأنهما أمام كافة الدول العربية لإبراز أنجح التجارب وأكثرها إبداعاً. أصحاب المعالي، حضرات السيدات والسادة، إن هذا المؤتمر ليكتسي أهمية كبرى، فبالإضافة إلى أهمية الموضوع الذي يتطرق إليه مستقبل التعليم في الوطن العربي في عصر التحول الرقمي، فهو يشكل فرصة ثمينة لالتقاء الوزراء المكلفين بميادين التربية والتعليم بالدول العربية الشقيقة، وتبادل الآراء والأفكار حول القضايا التي تهم الشأن التعليمي والتربوي بوطننا العربي، وتعميق النقاش حولها، وبحث مختلف السبل الكفيلة بتوجيه الجهود نحو طفرة حقيقية في هذه الميادين يمكن أن تتأسس عليها النهضة الشاملة المرجوة في أوطاننا. ومن هنا لا يفوتني التأكيد على أهمية العمل العربي المشترك من أجل كسب الرهانات التي يمكن تلخيصها في ثلاث: الرهان الأول، تعزيز وتقوية التعاون والتنسيق الإقليمي بين الدول العربية وجعله رهان المرحلة المقبلة عبر إحداث آلية عربية للتنسيق القضايا التعليمية المشتركة، ومنها التنسيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة. رهان ثاني، تعزيز وتقوية قدرات الدول العربية في مجالات المعطيات والبيانات الإحصائية والاستشراف والتخطيط والرصد، بالاعتماد على مؤسسات الدولية والإقليمية القائمة وتبادل الخبرات والتكوينات بين البلدان. ورهان ثالث، العمل على حسن صرف الميزانية التي تخصصها الحكومات العربية للتعليم والرفع من نجاعتها عبر الاعتماد على البيانات والدليل، والعمل على تعبئة التمويلات الإضافية اللازمة لتسريع الإصلاح واستدامته. كما نقترح دعوة المؤسسات المالية الدولية والمانحين إلى الالتزام بغلاف مالي للفترة المتبقية إلى سنة 2030 بشروط تفضيلية، والعمل على مواصلة تحسين مستوى الالتقائية والتكامل بينها وتشجيع الاستثمار والتمويل الناجع. كما نطمح أن يكون للصناديق العربية والمانح العرب دور أكبر في مركبة وتمويل التعليم بالدول العربية. أصحاب المعالي والسعادة، حضرات السيدات والسادة، أجدد عبارة الشكر والامتنان لكافة الحضور الكريم، متمنياً لأشغالنا هذا اليوم كامل التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.